إذا كان بأحد أقرباء وتوفي وهو يصلي ويصوم ويزكي لكنه يدعو غير الله، فهل هذا تجوز أو يجوز الترحم عليه جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يدعو غير الله فهذا مشرك شرك الأكبر، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العباد، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله، وبذلك يكون مشركا الشرك الأكبر كي يخرجه من الملة والعياذ بالله. ولو صلى ولو صام ولو أدى الزكاة فإن هذه الأعمال لا تنفع مع الشرك الأكبر. قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا ينفع مع الكفر والشرك طاعة ولا عمل، لأن عمل الكافر مردود عليه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذي يدعو غير الله يعني يستغيث بالموتى ويذبح للأضرحة وينذر لها وغير ذلك مما هو واقع في كثير من البلاد مع الأسف، هذا شرك أكبر ولا تنفع معه الأعمال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبالتالي لا يجوز الترحم على هذا الميت ولا الاستغفار له لأنه مشرك. الله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومن مات على الشرك فإنه من أهل النار، فلا يجوز الاستغفار له. جزاكم الله خيرا.